السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة رجعنا يا جماعة مع بعض بجلابية بيتي بطريقة سهلة وبسيطة جدا، ومعانا البطرون اهو، وهنبدأ نعمل عليه التعديلات. وزي ما متعودين على طول ان البطرون موجود تحت في صندوق الوصف بصورة سهلة وبسيطة اوي اوي. طيب دلوقتي بقى معانا جلابية بيتي بشكل جميل اوي، بس اهم حاجة اللايك والتعليق والاشتراك وتفعيل الجرس عشان توصل لكل جديد احنا بننزله. اهم من اللايك والتعليق والاشتراك الصلاة على سيدنا النبي، من صلى عليه مرة صليت عليه 10، من صلى عليه 10 صليت عليه 100، ومن صلى عليه 100 صليت عليه 1000، ومن صلى عليه 1000 حر ما جسده من النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يلا بينا نبدأ يا جماعة البطرون ونبدأ التعديلات بتاعتنا. بصوا بقى دلوقتي هستخدم لون مختلف غير اللون الازرق ده، وهبدأ اجي من هنا. اولا كده في كشكشة موجودة عند دوران الوسط، لو بصينا عليها تبقى موجودة، يبقى هنزود هنا مسافة حوالي 3.5 سنتي عشان نعمل الكشكشة دي وهي مرتاحة. وهنبدأ نعمل تعديل جديد اهو، ادي التعديل اهو بصورة سهلة وبسيطة قوي. وهبدأ اوصل كده الجلابية بتاعتي. طيب وبعدين هنبدأ ناخد بقى من الكتف هنا معانا نص الكتف، نص الكتف حرفيا نص الكتف، يعني الكتف معانا 6 سنتي. هنبدأ ان احنا نقسمه نصين، وهنبدأ نعمل حردة رقبة جديدة، وهنبدأ نعملها مربع جديد على مسافة 4 سنتي، وهنوسع حردة الرقبة بتاعتنا بالنسبة طول وبالنسبة عرض. ده طبعا هيبقى خلف وامام في حردة الرقبة زي ما موجود في الصورة، والمفروض بيبقى فيه هنا حاجة زي حبل كده او زي خيط، او هوريها لك بعد ما اقص هوريك ان هي بتبقى ماسكة القطعة بتاعت حردة الرقبة دي، هي شكل بس. تمام كده. طيب دلوقتي بقى بالنسبة للكم المروحة، والكم المروحة عملناه قبل كده بس هعمله معاكي تاني واحدة واحدة بعد ما نعمل الجلابية بتاعتنا. طبعا هبدأ اقص الجلابية كده، ان الجلابية يا جماعة اتعملت بصورة سهلة وبسيطة اوي، بس لسه طبعا فيها شوية حاجات بقى حلوة اوي اوي، ومنهم ان احنا نضم الدوران الوسط اللي احنا فتحناه قوي ده. تمام كده. طيب خلف وامام هتبقى حردة الرقبة دي، بكررها كذا مرة، خلف وامام هتبقى حردة الرقبة دي. طيب تعالي بقى كده ونجيب المسطرة بتاعتنا ونجيب خط الوسط ونبدأ ان احنا نزوده بالشكل ده. طب ليه عملت كده؟ انا عشان خاطر اعمل فيه الكشكشة الموجودة معايا هنا. تمام كده، ادي اهي، ادي واحدة. بصوا مش شرط ان هي تبقى كسرات، المهم عندي ان هي تبقى كشكشة. ادي واحدة اهي، وبعدين هبدأ ان انا اعمل التانية كده. طبعا انت لما تيجي تعمليه باستك او تيجي تعمليه بحبل مثلا والباط هيبقى الموضوع واضح معاكي اسهل من كده بكتير. تمام كده. وادي هنا انا ماشيه بس الكسرات زي ما موجوده في الصوره بالظبط، طبعا لان ده ورق مش هينفع اركب فيه استك، بس ينفع ان انا اديكي نفس الوضعيه بتاعت الاستك، نفس الشكل اللي هيبقى موجود في الاستك. تمام كده اهو. طبعا انا لازم اعمل كده الاول، بعدين كده اهو بالشكل ده، شايفه ازاي؟ شايفة ازاي كده؟ طيب دلوقتي بقى بعد ما عملت الشكل اللي انت شايفاه ده اهو، اهو كده كده، بصي هبدأ بقى ان انا افتح الوسط المسافة دي. تمام كده، بصي اهو هبدأ بقى ان انا افتح المسافة دي بالشكل ده. بصي تعالي كده من النص كده وابدأ افتح. طب ما عملناش كده من الاول يا مريم؟ اقولك ليه، عشان خاطر انا عايزة التقفيلة دي تبقى مقفولة رسمي كده من النص. تمام كده، تعالي بس ايه ونفتح دي اهي، كسرت الدبوس اهو. تمام، وادي 3 كسرات من الجنب اليمين، 3 كسرات من الجنب الشمال. المرد هيتركب في النص، نجيب القطعة اللي هنركب منها المرد. طبعا المرد ده هنركب واحد قدامك والتاني هركبه ووريهولك بصورة سهلة وبسيطة اوي.
3 سنتي 3 سنتي، نفس المسافات نفس كل حاجة. هبدأ اركب المرد الاولاني وهبدأ اتنيه كده بالشكل ده، هتنيه كده تمام. شايفة ازاي الموضوع سهل قوي يا جماعة؟ الجلابية سهلة بسيطة قوي. هتقولي طب ما انا لما اركب الاستك وبعدين ارجع اقص؟ لا طبعا، انا بقولك بس كده ايه عشان تبقى بالنسبه لي انا هنا سهله وابقى حددت. اما انت هتركبي الاستك وبعد ما تركبي الاستك مباشره هتبداي ان انت ايه تعملي الاول المرد وبعدها تروحي مركبه الاستك وهتمضيه، يعني هتشديه مع المرد. المرد مش هيتشد تمام كده، المرد مش هيتشد، المرد يفضل ثابت المسافه بتاعته الطبيعيه عادي خالص اهو، مش هيبقى في اي كسرات. واحده واحده هنديه بس كده اهو، هنبدا نتني تاني تمام، واحده واحده ايه كده. كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا هنا لازم ان انا اثبت واقفل الاجزاء دي كلها، واقفل دي كمان عشان سبتها مفتوحة. شايفين يا جماعة المرد عملته ازاي؟ اهو ادي القطعة الاولى من الجلابية. تخيلي بقى لما تتعمل القطعة التانية دي، واحدة هعمل المرد التاني وارجع لك على طول. بصوا يا جماعة دلوقتي عملت القطعة التانية بتاعت المرد اهي، وهبدأ بقى ان انا هقفل من هنا تمام كده. الجلابية بتاعتي ابدأ ان انا اقفلها من هنا، واحدة واحدة بقى كده، واحدة 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 اوي اوي بس كده. طيب وبعدين هبدأ ان انا اقفل من الناحية التانية دي اهي، من هنا كده بالشكل ده. شايفة ازاي؟ طيب تعالي بقى كده واحدة واحدة اهو، استنيني خلينا نجيب الدبيس. ايه ده؟ طبعا في دبيس، ماشي ثانية واحدة بقى عشان خاطر ايه دباسة، واضح ان هي بتلعب. بصوا نبدأ ان احنا نقفل كده واحدة واحدة، ثانية واحدة. طبعا في مشكلة، بصوا يا جماعة دلوقتي قفلت الجلابية طبعا بصورة سهلة وبسيطة قوي. بالنسبة للكم المروحة طبعا عملناه في كذا فيديو بس ان شاء الله هبقى اعمله تاني. بالنسبة بقى للقطعة اللي بقولك عليها دي بتاعت القفلة بتاعت حردة الراب اللي ورا دي، هجيب الورق ده معايا اهو واقصه على مسافة حوالي 1 سنتي، حوالي 1 سنتي تمام. وهبدأ ان انا اقسمهم، ايه ده اتقصت رفيع قوي، ما علينا. هبدأ ان انا اقسمهم على نصين كده، تعالي نجيب اكتر حتة كويسة اهي، وهبدأ ان انا اقسمها على نصين بالشكل ده، او نخلي دي ونعمل واحدة ثانية معاها عشان خاطر تبقى الاتنين طوال مبقاش فيها اي واحدة عريضة. طبعا السبب ان انا ايه اهي، شايف ازاي؟ لو دي كلها كويسة فانا هبدأ اقسم دي كلها، احسن من ان انا ايه اخد قطعة وقطعة او قطعة لا تمام كده. فانا هقسم دي اهي بالشكل ده واركن دي كده على جنب، وهبدأ اجيب دي هنا الطريقة دي. استنيني بقى كده عشان خاطر ايه الموضوع محتاج شوية وقت اهو. بصي استنيني، بصي هاتي دي كده اهي، شايفة ازاي؟ طيب وهاتي القطعة التانية دي كده برضك اهي، استنيني اهي كده. بصي يا جماعة اهو، شايفة ازاي؟ طيب بعدين هنبدأ ان احنا نقفلهم مفروض مع بعضهم كده. تعالوا بقى نجيب الجلابية نوريكم شكل الجلابية لما هقفلهم مع بعض. فانا عشان خاطر الورق هيبوظ فمش هقفلهم، ممكن اعملهم بس مجرد اكس وخلاص اهو. شايفة ازاي؟ كده او كده وخلاص اهي اكس. تعالي انا عايزة اجيبها كده بس كده، شايفة ازاي؟ ادي في الاخر خالص الجلابية يا جماعة اتعملت بصورة سهلة وبسيطة قوي. لحظة واحدة بقى اوريها لك كلها على بعضها.
بصوا يا جماعة، ده شكل الجلابية في الآخر خالص، اتعملت بصورة سهلة وبسيطة. أهم حاجة اللايك والتعليق والاشتراك، وكل سنة وانتم طيبين يا أجمل جمهور في الدنيا. في أمان الله، مع تحيات تعليم الخياطة عمري محمود. يا رب تكون تفصيلة سهلة وبسيطة وعجبتك. كل سنة وانتم طيبين يا أجمل جمهور في الدنيا. بصوا اتعملت ازاي الجلابية، بصوا اهي شايفة ازاي اتعملت، اهي شايفة، بصي اتعملت ازاي. كل سنة وانت طيبة، رمضان كريم. يا ريت تشجعيني باللايك والتعليق والاشتراك ومشاركة في الجروبات عشان خاطر يوصل للناس كتير قوي، وناس كتير تستفاد منه. كل سنة وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا.